ناس كتير بتفتكر انه الناس اللي مستواهم الاجتماعي كويس يقولك وانا مالي، هو حد فقير ولا حد معهوش، ربنا بقى يتولاه برحمته. مش كل الناس بتفكر كده، في ناس بتفكر بطريقة مختلفة، في ناس بيبقى عندها استعداد انها تساعد اللي قدامها. بس الناس دي لما نلاقيهم، انا بشوف ان احنا لازم نقول لهم على الاقل احنا يا جماعة متشكرين ان انتوا قدرتوا ان انتوا تساعدوا، قدرتوا ان انتوا تساهموا. الناس اللي معاهم فلوس، ربنا مش مديكوا الفلوس دي عشانكم انتوا لوحدكم، هو مدي الناس التانية فلوس عن طريقكم، فانتوا لازم تخلي بالكم من النقطة دي كويس قوي. الحقيقة أنا بشكر قافلة الحياة، وفي قافلة تانية طبية اسمها قافلة العيادة، أنا بشكرهم جدا لأن هم راحوا لأبعد الحدود في مصر وقدروا أن هم يعرفوا المشاكل بتاعتهم، الناس اللي على الحدود دي محتاجة إيه، إيه ناقصهم، ناقصهم مية، ناقصهم أكل، ناقصهم علاج، إيه فعلا ناقصهم، وإحنا يا جماعة عايزين نساعد على قد ما نقدر. فطبعا دي حاجة أنا شايفاها أن هي لازم نقول لهم شكرا عليها. عشان كده أنا برحب بضيوفي اللي منوريني النهاردة في الاستوديو، أكيد الأستاذ أحمد الغنيمي. إزيك يا أستاذ أحمد؟ عامل إيه؟ الأستاذ أسامة محمد جمال. إزيك يا أستاذ أسامة؟ وكمان الأستاذة فيفيان ظريف لمعي. إزيك يا أستاذة فيفيان؟ عاملين إيه؟ منوريني النهاردة. أنتوا ناس بتحبوا الصحراء. في ناس كده يا جماعه ليهم دماغ معينه كده، يحبوا يطلعوا سفاري ويطلعوا بالايام وبالشهور يقعدوا في الصحراء. طبعا دي هوايه جميله بس مش كل الناس، انا يعني انا بحبها بس عمري ما جربتها صراحه. في ناس بتحبها وبتطلع وتجرب وتحبها اكتر، وفي ناس بتخاف شويه بس لما بتطلع بتعود عليها. طبعا احنا صحراء، صحراء مصر دي ما نعرفش عنها. لا احلى ما صحراء في العالم صحراء مصر بجد؟ اه طبعا. طيب وانت بقى انتوا ايه اماكن كنت اكتر اماكن بتحب تروحها الجروب بتاعكم او المجموعه بتاعتكم تروحوا تعملوا سفاري فيها؟ هي مالي الصحراء الغربية، بحر الرمال، سيوة، فرافرة، الصحراء البيضاء، الجلف الكبير، بس المناطق دي معظمها بقى محظور دلوقتي عشان الوضع الأمني كده. الوضع الأمني. وانتوا بقى هناك انتوا كنتوا يعني ما تعرفوش ان في أسر عايشة هناك او في ناس عايشة هناك انتوا رايحين تعملوا سفاري بس، ولا انتوا كنتوا عارفين بس؟ احنا في المناطق التجمعات الرئيسية زي الواحات البحرية او الفرافرة والداخلة، دي مناطق تجمعات. سيوة مناطق تجمعات، وما بنخش الصحراء شوية بنلاقي بعض التجمعات القليلة بنصادفها، فبنبتدي نعرف ان في البدو، بنتعرف عليهم، بنعرف احتياجاتهم ايه. نزلنا الصحراء الشرقية، شفنا منطقة جبل علبة، شفنا الناس في راس بناس عندهم احتياجات ايه، فابتدينا نفكر ان احنا نعمل حاجة للناس دي. بنروح نشتري من عندهم الاكل بدل ما بنشتريه من هنا واحنا طالعين الرحلة، عشان تنفعهم، ننفع الناس دي شوية. ففكرة الشاريتي عامة منتشرة جدا في الكوميونتي بتاع الأفرود. الأفرودر في مصر كتير، حوالي 3000 او 4000. معلش فاهم الناس يعني ايه الأفرودر؟ دول الناس اللي بيطلعوا صحراء، سواء كان هو معاه عربية 4x4 او صاحبه معاه عربية 4x4، يجمعوا بعض ويطلعوا الصحراء. في جروبس كتيرة. طيب لاحظت ان الأسر هناك اكتر حاجة محتاجاها ايه، او اكتر حاجة مش عندهم ايه؟ بالنسبة للرحلة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كانت في من مرسى علم لغاية حلايب، احتياجاتهم كانت اغلب المية. ما عندهمش مية. ما في ابار هناك قليلة مش مكفية طبعا، والمية مش، هل المية اللي في الابار صالحة للشرب ولا لا؟ مش كلها. فبيجي لهم تنكات مية من المحافظات او من مرسى علم، كل واحد يبقى عنده تانك 500 لتر او 1000 لتر قدام البيت او في التجمع. لا معلش عشان الناس تفهم، عشان تانك المايه اللي بيبقى في البيت ده. انتوا دلوقتي حسيتوا ان الناس هناك ناقصهم المايه، اوكي، فقمتوا انتوا جمعتوا من بعض فلوس، اشرح لي، جمعتوا من بعض فلوس جبت لهم، جبنا 500 تانك مايه الرحله اللي فاتت، بالاضافه ان احنا كنا في رمضان. معلش 500 تانك مايه ده هيتكلف قد ايه؟ بنتكلم التانك كان عامل 230 جنيه تقريبا، فمبلغ يعني فوق ال 100000 وشويه. وبتوصلوا التنكات دي لكل بيت عشان خاطر الناس في تجمعات؟ ما بنوصلهاش لكل بيت تحديدا، هم بيبقوا عارفين احنا بنتواصل مع الشؤون الاجتماعيه هناك. طبعا الكلام ده كله تم التنسيق فيه مع سياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. وفر لنا حد من المحافظه يطلع معانا ويتحرك عشان يسهل لكم الامور، بحيث نعرف الاعداد الصحيحه عن طريق الشؤون الاجتماعيه، هنا محتاجين ايه، هنا محتاجين ايه، هنا محتاجين ايه. الحمد لله الرحله اللي فاتت طلعت قبل رمضان، وزعنا فيها حوالي 17 طن مواد غذائيه. 17 طن مواد غذائيه. و500 تانك ميه، وزعنا 160 مرتبه. ساهمنا في تجهيز 12 عروسه، مساعدات ماليه نقديه. كان في تبرعات كتيره قوي من اصحابنا الكوميونتي، ملابس جديده واحذيه وملابس مستعمله ولعب اطفال وكتب. يعني ما شاء الله الرحله كانت موفقه جدا، والحاجات دي توزعت على حوالي
رينج 700 كيلو من مرسى علم لقلايب، ودخلنا في الجبل مناطق اسمها بير الجهله ومنطقه اسمها ابرك، 120 كيلو في الصحراء في الجبل، عباره عن تجمعات صغيره قوي قاعدين في عشش، ما عندهمش اي وسائل اتصالات اي احنا شايفين الصور معانا اهي يا جماعه. ده فين الصوره دي؟ الصوره دي في شلاتين أو في مرسى علم ممكن. دي الصوره دي في راس بنس. يا الناس عايشه هناك في بيوت كده؟ بيبقوا في البيوت كده عايشش كده. يعني طب ثواني، ده هناك ممكن تقوم رياح، ممكن تقوم عاصفه، ممكن الشتاء جاي، الناس بتعيش في قلب البيوت بيغطوا دي ازاي؟ بيغطوا بقى بالبلاستيك. في حاجه كانوا عاملينها في راس بنس، ان هم بيبنوا كل عيله كبيره بتبني بيت من الخرسانه يستخبوا فيه وقت العواصف الجامده. كان في بيتين كده ثلاثه في راس بنس اخر بس هو الملحوظه اللي انا شفتها شخصيا الرحله اللي فاتت، ان في محافظه البحر الاحمر ابتدت تعمل لهم مساكن عباره عن حوش، وفي بيت مبني من الخرسانه. ده ايه ده يا استاذ اسامه؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ده كان الحته دي كنا في ابرك، كنا بنوزع فيها للناس جوه خالص. ميزه ابرك ان هم الحكومه مع وكاله من وكالات الامم المتحده عملوا هناك مجتمع صغير بيبنوا فيه، بيبقى فيه ميه من تحت شويه بيطلعوها، وكمان عملوا لهم صواب عشان المشروع ده يبقى نوع من انواع ايه تطوير المنطقه دي. المراتب دي المراتب بالظبط.